مرحبا بكم مجددا في التمرين 3 صفحة 14. احسب وبسط ما يلي: ال تساوي 2 زائد 5 على 3، الكل عامل 3 ناقص 4 على 3. إذا هنا عندنا الأقواس. أولا خصنا نحسبوا ما بداخل الأقواس. 2 زائد 5 على 3 غنوحدوا المقام. إذا هاد 2 هذه المقام ديالها هو 1، وبالتالي إذا 2 على 1. إذن هنا المقام واحد هو 3، يعني غادي نضربه هنايا 1 في 3، وحتى هنا خصنا نضربه في 3 باش ما يتغيرش هاد الجوج، باش تبقى هي هذيك نفس القيمة. الجوج هي 6 على 3 زائد 5 على 3 كامل عامل. إذن هنا كذلك 3 مقسومة على 1. إذا غنضرب في مقام العدد هاد المقام هذا 1 باش نوصلو ل 3، غنضربه في 3 لأن باغي المقام الموحد هو 3، والفوق غنضرب في 3 ناقص 4 على 3. 2 في 3 هي 6 على 3 زائد هنا 5 على 3، الكل عامل 3 في 3 9 على 3 ناقص 4 على 3. الآن غادي نكتب الكسر بحيث يكون المقام الموحد هو 3. إذا عندنا الجمع هنا 6 زائد 5 عامل 9 ناقص 4، الكل على 3. هنحسب الآن 6 زائد 5 11 على 3 في 9 ناقص 4 هي 5 على 3. الآن هنا عندي عدد جذري في عدد جذري، غندير البسط في البسط والمقام في المقام. 11 في 5 على 3 في 3 تساوي 55 على 9. نمشيو إم تساوي 3 في 5 على 6 ناقص 4 على 3 في 6 زائد 2 على 3. إذا هنا عندنا الجداء والطرح والجمع. إذا الأسبقية للجداء، الأسبقية للجداء. غادي نديرو الجداء ديالنا. إذا هنا عندنا 3 في 5، والمقام ديال 3 هو 1. إذا هنا عندنا 6 ناقص 4 مضروبة في 6، وثلاثة مضروبة في المقام ديال 6 اللي هو 1. إذا 3 في 1 3 زائد 2 على 3. غادي نحسب هنا، عندي 3 في 5 هي 15 على 6 ناقص 4 في 6 24 على 3 زائد 2 على 3. إذن هنا كاين المضاعف المشترك ما بين 6 و 3، هي كاين 6. إذن 6 هي 3 في 2. إذن باش نوصلو هاد 3 اللي هنا، خصني نضرب في 2 في البسط أو في المقام. هنا نضرب في 2 في البسط أو في المقام. إذن 15 على 6 ناقص 24، أنضربها عفوا 24، وهنا 3 قلنا نضربوها في 2 باش نحصلو على 6. حتى الفوق خصني نضرب في 2. هنا كذلك 2 على 3، هنا غنضرب في 2 باش نوصل ل 6. حتى الفوق خصني نضرب في 2، تبقى تعطينا 15 على 6 ناقص 48 على 6 زائد 4 على 6. الآن غنحاول ندير مقام واحد كسر واحد اللي هو 6. نكتب الفوق 15 ناقص 48 زائد 4. غادي نحسب الآن. إذن هنا عندنا سلسلة من العمليات فيها الجمع والطرح، نبدأ بالترتيب الذي وضعت فيه. يعني عندي 15 ناقص 48، 15 ناقص 48 هي الأولى. إذن 15 ناقص 48 الإشارة هي إشارة العدد الأبعد عن الصفر، اللي هي إشارة ديال 48، غتكون سالبة. وغندير 48 ناقص 15 هي كم؟ هي 33. 33 زائد 4. هنا كذلك المقام هو 6. هنا إشارة هي إشارة العدد الأبعد عن الصفر، شكون اللي يبعد عن الصفر؟ هو 33. إذا هنا غتكون ناقص، وغندير الطرح. إذا هنا دائما فرق عددين له أو جمع عددين عندهم إشارتين مختلفتين. إذا إشارة هي إشارة العدد الأبعد عن الصفر، وكنديرو الطرح. نديرو 33 ناقص 4 هي 9،
20. نمشي للعملية الموالية، 8 على 3 في ناقص 3 على 7 ناقص 4 على 14 ناقص 11 على 7. قلنا هنا الأسبقية الجداء والقسمة، إذا غنديرو 8 هنايا عندنا 8 على 3 في ناقص 3 على 7، كنديرو البسط في البسط والمقام في المقام، إذا 8 في ناقص 3 على 3 في 7 ناقص 4 على 14 ناقص 11 على 7. إذا هنا هاد ناقص هاد 3 مع هاد 3 غادي يختزلو، غتبقى لي هنا غير ناقص 1، إذا 8 في 3 وهاد 3 هي 3 في ناقص 1 على 3 في 7 باش نختزلو 3 مع 3. وهنا هاد 4 على 14 كاين اختزال، هنا هاد 4 هي 2 في 2 وهنا هاد 14 هي 7 مضروبة في 2، احنا حصلنا كذلك الاختزال وبقات لي هنا 11 على 7، وبالتالي كنحصل هنا على 8 في ناقص 1 هي ناقص 8 على 7 ناقص وهنا 2 على 7 وهنا 11 على 7. عندي المقام موحد هو 7 وغادي ندير البوسوط جمع البوسوط، ناقص 8 ناقص 2 ناقص 11. الآن هنا كاين عندهم نفس الإشارة، إذا غنعمل بداك الإشارة ناقص وندير لهم الجمع، 8 زائد 2 زائد 11 على 7 كتساوي هادي 8 زائد 2 هي 10 زائد 11 هي 21، مع الناقص اللي هنا مقسوم على 7، 21 إذا قسمناها على 7 غتعطينا هي 3، وبالتالي الخارج هو 3. نمشيو للعملية بي، ناقص 3 على 8 في مقسومة على 4 على 7 زائد ناقص 5 على 7 مقسومة على 6 على 7. إذا هنا غادي نبداو بعملية كاين الجمع وكاين القسمة، نبداو بعملية القسمة. إذا هنايا القسمة غنحولوها لجداء، ناقص 3 على 8 غنحولها لجداء، إذا ملي كنحولها لجداء كنقلب هاد العدد الجذري كندير هو 7 مقسومة على 4 زائد، وهنا كذلك ناقص 5 على 7، وهاد القسمة نحولها لجداء في وغندير 7 على 6، بحيث أنني كنقلب هاد العدد الجذري اللي هنا 6 على 7 كنديرو المقلوب ديالو. إذا هنا غادي نحاول نحسب، عندي هنا ناقص 3 في 7 هي كم؟ هي 21، أو 3 في 7 على 8 في 4 زائد عندك هنا ناقص 5، قلنا البسط في البسط والمقام في المقام، 7 في 6، إذا ناقص 3 في 7 هي 21 و8 في 4 هي 32 زائد عندي هنا 7 مع 7 مشات، 7 مع 7 مشات غتبقى لي هنايا ناقص 5 على 6. إذا هنا غنحاولو نوحدو المقام بين 32 و 6، 32 و 6. إذا هنا إلا ما لقيتش غادي ندير 32 في 6، هاد 21 غادي نضربها في المقام ديال هذا التاني اللي هو 6، وهذا هنا ناقص 5 غادي نضربها في 32، وغادي نحسب ندير عملية ديال جدول. إذا 6 مضروبة في 32 تعطينا 192، و6 في 21 هي 126 ناقص 126، هنا زائد في ناقص عطينا ناقص، 5 في 32 تعطينا 160، مية وستين زائد 126 إذا تعطينا هنايا 22، 100 ناقص 286 على 192. هذه باش نختزلوها ممكن نستعملو القسمة،
آلة 2، إذن 186. نقدر نستعمل الآلة الحاسبة. 286 مقسوم على 192، إذن نحاول نختزلها بإثنان. 192 إذا قسمناها على، إذا قابل للقسمة على 92، قابل للقسمة على 2. 86 قابل للقسمة على 2. 192 إذا قسمنا على 2 تعطينا 96، و 286 إذا قسمناها على 2 تعطينا 143. غنخليوها بحال هكا وغادي نمشيو الكي. إذا كي عندنا 5 على 3 زائد 1 على 4 مقسومة على واحد على ناقص 1 على 4. إذا هنا عندنا القسمة وكاين الأقواس، ضروري خصنا نتخلصو نحسبو ما بداخل الأقواس. إذا 5 على 3 هنا مقام واحد غادي يكون هو جداء المقامين. إذا غنديرو 3 في 4، 5 غنضربوها في 4 زائد 1 نضرب في 3، هنا مقسومة على ناقص 1 على 4. 3 في 4 هي 12، 5 في 4 هي 20 زائد 3 مقسومة. هذه القسمة نحولها لجداء، في 4 على ناقص 1. إذن هنا غتعطينا 23 على 12 مضروبة في 4 على ناقص 1. إذن عندي هنا 23 في 4، وهنا هاد 12 غادي نحاول نفككها، الجداء يكون فيه 4. إذا غتكون عندي هنا 3 في 4 هي 12 مضروبة عاد في ناقص 1 في هذا المقام، هذا ناقص 1. هنا غادي نختزل 4 مع 4، وفي الأخير غتبقى لي 23 على 3 في ناقص 1 هي ناقص 3. كنرجع هاد الكسر لهنا، هاد الإشارة ناقص 23 على 3. ملي كتلقى عندنا الإشارة هنا ممكن نخليها في بلاصتها، ممكن نطلع لهنا، ممكن نرجعها في السطر. شكرا على حسن المتابعة.